هذه الشيء لإهداء من الأستاذ عبد الله بن راجي الوقداني العتيبي وأبنائه للخريج عبد الرحمن بن خلف البلوي. هذا الطوارق القصيد في محفل الحر الفريد، واليوم هذا يوم عيد، يوم التخرج والنجاح. مبروك يا شبل الرجال متخرج والراس عبد الرحمن يلي بالفعل نلت الأمان والفنان. رمز الوفا والمرجلة فعلك ولا حد يجهل اللي بقدره عالي.